أما بعد أيها الإخوة الكرام، ذكر ربنا جل وعلا في كتابه العظيم أحوال يوم القيامة، ووصف الله تعالى كرباته وما يكون فيه من فزع وخوف بين الناس، يوم تضع كل ذات حمل حملها وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم ترى الولدان شيبا. وفي ذلك اليوم يحتاج الناس عند اشتداد كربتهم وعظم أمرهم وأحوالهم، يحتاجون إلى من يشفع لهم عند ربهم جل في علاه. ولقد ذكر الله تعالى الشفاعة في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال جل وعلا: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال جل في علاه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والشفاعة أيها الإخوة الكرام هي سؤال الخير للغير، أن يأتي نبي من الأنبياء أو شهيد من الشهداء أو طالب علم أو عالم أو صاحب القرآن أو غيرهم ممن يأذن الله تعالى بأن يشفعوا، أن يأتي يوم القيامة فيشفع بين يدي الله تعالى، أن يعطي الله تعالى خيرا لغيره من أصحاب المعاصي والمخالفات. والشفاعة العظمى أيها المسلمون التي ينتفع بها أهل الموقف جميعا يوم القيامة، عندما يطول عليهم المقام ثم يشتد عليهم الأمر وتدنو الشمس من رؤوسهم، فيحتاجون إلى من يشفع لهم إلى ربهم جل وعلا لأجل أن يفصل بينهم القضاء. عندها تكون تلك الشفاعة العظمى لنبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء من قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، يعني أن يصلي في أي موضع وأن يتيمم إن لم يجد الماء. قال: وأعطيت الشفاعة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. أيها المسلمون، إن الشفاعة العظمى الكبرى هي لنبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام ادخرها دعوة يدعو بها ربه يوم القيامة، فإن لكل نبي دعوة فتعجلها الأنبياء إلا رسولنا عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه يوما، قال: فسأله رجل قال: يا رسول الله، ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: لعل لصاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان. ثم قال: إن الله لم يبعث نبيا قط إلا أعطاه دعوة، منهم من اتخذها دنيا فأعطيها، ومنهم من دعا بها على قومه إذ عصوه فأهلكوا بها، قال: فإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة. والشفاعة العظمى أيها المسلمون هي لنبينا عليه الصلاة والسلام، أما بقية الشفاعات فيشترك فيها بقية الخلائق من الأنبياء والشهداء والصالحين والملائكة وغيرهم. من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: وذلك لما أتي بلحم قال فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، ثم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وهل تدرون لمذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، أبوكم آدم. قال: فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ قال: فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا
لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. قال فيأتون نوحا يقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، يعني من طول المقام يوم القيامة واشتداد الحر عليهم وأن العرق قد بلغ ببعضهم إلى أنصاف ساقيه أو إلى ركبتيه أو إلى حقويه أو إلى صدره، ومنهم من ألجمه العرق إلجاما فيذكرون شدتهم وعظم خوفهم وفزعهم، يقولون لنوح اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. قال فيأتون إبراهيم يقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كذبت ثلاث كذبات. نفسي 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 اذهبوا إلى غيري. ويذكر نوح عليه السلام مع أنه خليل الله وهو الذي سمانا المسلمين من قبل وهو الذي ابتلي في الله منذ أن كان غلاما وهو الذي ثبت التوحيد في قلبه ثبات الجبال، ومع ذلك يفزع في ذلك الموقف على ثلاث كذبات كذبها طوال عمره من شدة الفزع في ذلك المقام، وهي إذا تأملت فيها وجدت أنها ليست كذبات في مصلحة نفسه وذاته وإنما هي نوع من التورية. فأولها لما أراد قومه أن يخرجوا إلى عيدهم ويقعون في أنواع من منكرهم فقالوا له اخرج معنا، وكان غلاما لا يزال تحت العشرين، فقالوا له اخرج معنا، فقال لهم إني سقيم، يعني أنا مريض لا أستطيع أن أخرج معكم، وذلك أنه خشي أن يأخذوه بالقوة معهم أو أن يضربوه، قال إني سقيم، فهذه كذبة. والثانية لما حطم الأصنام عليه السلام ثم أقبل قومه وقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، وأشار إلى أعظم الأصنام، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فعدها كذبة لما قال فعله كبيرهم هذا، يعني هذا الصنم. والكذبة الثالثة لما دخل إلى بلد ومعه زوجته سارة، فأقبل من أقبل إلى ملك ذلك البلد وقال إنه قد دخل اليوم إلى بلدك رجل معه امرأة حسناء لا ينبغي أن تكون إلا لك، فلما جيء إليه وإلى سارة لينتزعوا سارة منه بالقوة، وكان إبراهيم عليه السلام يعلم أن ذلك الملك الظالم إذا وجد امرأة حسناء مع زوج لها قتل الزوج وأخذها، فخاف على نفسه القتل، فقال يا سارة إنه ليس على الإسلام أحد غيري وغيرك، فأنت أختي في الإسلام، فإذا سألوك فقولي هو أخي وأنا أقول أنت أختي. فلما سألوه من هذه معك قال هذه أختي، فأخذوها إلى الملك، فعد ذلك كذبة عليه. فلما أدخلت على ذلك الملك الظالم ورفع يده إليها قالت أعوذ بالله منك، فشل الله تعالى يده فلم يستطع أن يحركها، فقال ادعي لي وأدعك، فدعت له، فلما حرك يده رفعها إليها أخرى قالت أعوذ بالله منك، فشل الله تعالى يده، ثم دعت له فأطلق وأخرجها وقال إنما جئتموني بشيطان، ثم أخدمها هاجر، يعني أعطاها جارية اسمها هاجر أعطاها إهداء إليها. فهذه أيها المسلمون ثلاث كذبات لإبراهيم عليه السلام، هي ما بين نصرة للتوحيد وبين بين أمر بمعروف ونهي عن منكر، وما بين دفاع عن حق الله تعالى وما بين دفاع عن عرضه،
ومع ذلك يعدها كلمات يفزع يوم القيامة منها ويخاف أن يقف بين يدي الله تعالى وهي في صحيفة عمله. فبالله عليك ماذا يفعل اليوم؟ من أكثر كلامه من الكذب؟ ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وليس المؤمن بالكذاب، المؤمن لا يكذب، يمنعه إيمانه وخوفه وخشيته ومراقبته لربه من أن يتكلم بكلمة فيها كذب. ولا يخسرن الكاذبون يوم القيامة ولا يفلحون أبدا. فإذا كان نبي الله إبراهيم يفزع من ثلاث كذبات كانت في مصلحة الدين ونصرة الدعوة ومع ذلك يفزع كل هذا الفزع، فما بالكم بمن يكذب اليوم على كذبات ربما كانت ليست في دفع ضرر عن نفسه وليست في دفاع عن عرض، بل ربما أكل بها حقا لمظلوم، وربما بها أكل حقوق الناس بالباطل بكذب، وربما قرن معه الحلف. يقول: كذبت ثلاث كذبات، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى يقولون: يا موسى أنت رسول الله، اصطفاك الله برسالاته وبتكريمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. ويعني موسى عليه السلام لما خرج في المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فأقبل موسى إلى ذاك الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، يعني ضربه ليبعده عن صاحبه، فجاءت الضربة في أسفل صدره فأصاب ذلك الرجل ما أصابه ثم مات في ساعته، فهو لم يقتله متعمدا. وأيضا موسى عليه السلام لما وقع منه ذلك مباشرة تاب، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له كما ذكر الله ذلك في القرآن، قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ومع ذلك يخاف من هذا يوم القيامة، يقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى يقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فقال: هكذا هو. قالوا: وكلمت الناس في المهد فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ قال: فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا عليه السلام، قال: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد. قال: فيأتون إلي، يقول عليه الصلاة والسلام: يأتون إلي يقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل. قال: ثم يفتح الله ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. قال: فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. قال: فأقول: يا ربي أمتي، يا ربي أمتي، يا ربي أمتي أمتي. قال: فيقول: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لما بين المصراعين من أبواب الجنة، يعني ما بين طرفي الباب، لما بين المصراعين من مصاريع الجنة، كما بين مكة وهجر، يعني كما بين مكة والإحساء، أو قال: كما بين مكة وبصرى، كما بين مكة وبصرى في الشام أو في العراق. فكان عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه بهذا الحديث مبينا ما فضله الله تعالى به على غيره من الأنبياء، وكان يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وذكر الله تعالى المقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
وهذا المقام المحمود الذي نحن بعد كل أذان نسأل الله أن يبعث فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، هو هذا المقام العظيم الذي يلجأ فيه جميع الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة مع اختلافه في أجناسهم وتنوع أنبيائهم، إلا أنهم يلجأون إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام. فهذه أيها المسلمون الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم. وتبقى شفاعة أخرى أيضا خاصة به صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، يحكم لأقواب بالجنة والباب مغلق، قال فأستفتح، أطلب أن يفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ أقول: محمد. فيقول: بك أمرت فلا أفتح لأحد قبلك. فأهل الجنة من جميع الأمم لا يدخلونها إلا بشفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن أنواع شفاعته شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. في الحديث الصحيح عند البخاري أن العباس رضي الله تعالى عنه جاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل أنت نافع عمك بشيء؟ يعني أبا طالب، فإنه كان يغضب لك ويحوطك. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، لقد نفعته، إنه في ضحضاح من النار، يعني في قليل من النار، إنه في ضحضاح من النار ينتعل نعلين من حرارتهما يغلي دماغه. ثم قال: وإنه لأهون أهل النار عذابا، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: كان في غمرات من النار، يعني كغمرات البحر وأمواجه، كان في غمرات من النار، فأخرجته منها إلى ضحضاح النار، فوضع تحت قدميه جمرتين من نار يغلي منهما دماغه، نعوذ بالله من عذاب النار. ومن أنواع الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم لأقوام من أهل التوحيد، فقال عليه الصلاة والسلام: يضرب الصراط بين ظهراني جهنم، قال: فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته. ثم قال: ولا متكلم يومئذ إلا الرسل. قال: وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. قال: وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس، كلاليب هي العصا المعقوفة في آخرها، قال: وهي مثل الشوك تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو. قال صلى الله عليه وسلم: قال: ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره. ثم قال: فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا آثار السجود، يعني في الوجه والكفين والركبتين والرجلين. قال: فيخرجون من النار وقد انتحشوا، يعني احترقوا، فيصب عليهم أهل الجنة ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، رواه البخاري. ومن شفاعاته عليه الصلاة والسلام شفاعته في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع لهم في أن يدخلوا الجنة. ومن شفاعاته صلى الله عليه وسلم شفاعته لأقوام استحقوا دخول النار ألا يدخلوها فيدخلوا الجنة. ومن شفاعاته صلى الله عليه وسلم شفاعته لأقوام دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم فيها. والشفاعات أيها المسلمون منها ما هو خاص به عليه الصلاة والسلام كالشفاعة العظمى، ومنها ما يشفع فيه هو ويشفع فيه الأنبياء ويشفع فيه المرسلون ويشفع فيه الملائكة ويشفع فيه بقية المؤمنين. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاوز أهل الجنة الصراط قال: ويرون إخوانهم يقعون في النار عن أيمانهم وشمائلهم، يمرون على الصراط وهو مضحضة مزلة، فيرون إخوانا لهم من أصحابهم في الدنيا يرونهم ويذكرونهم، والناس عراة فزعون. قال: فيرونهم يقعون في النار عن يمينهم وشمالهم. قال: فإذا جاوز أهل الجنة الصراط ما من أحد أشد مناشدة لله من أهل الجنة، يقولون: يا رب إخواننا
إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا يا رب إخواننا، فيشفع أهل الجنة في من وقعوا في النار ممن كانوا معهم يصلون ويحجون ويصومون. قال فيقول الله تعالى: اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فيذهب أهل الجنة ويخرجون أقواما من إخوانهم ثم يعودون إلى ربهم فيقولون: يا رب إخواننا قد بقي إخواننا. فيقول الله: أخرجوا من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. قال فيأتون ويخرجون من النار ثم يأتون ربهم يقولون: إخواننا إخواننا يا ربي. فيقول الله تعالى: أخرجوا من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. قال فيخرجون منها ثم يقولون: يا ربي إخواننا إخواننا، يعني بقي منهم أشخاص. فيقول الله: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. قال فيخرجونهم من النار. قال فيقول الله تعالى: شفع الأنبياء وشفع المرسلون وشفع المؤمنون وشفعت الملائكة ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين. قال فيخرج الله تعالى من النار من شاء ممن لم يشرك بالله شيئا، ممن لم يعبد غير الله تعالى. فهو والله ربنا جل وعلا والله أرحم بنا من أمهاتنا ومن آبائنا ومن إخواننا الذين يشفعون مرارا لنا ثم يرون أنك ما عندك من العمل ما تخرج به من النار فيتوقفون عن الشفاعة. فيخرج الله تعالى من لا يشرك به شيئا يخرجه من النار. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا الشفاعة يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا ممن يشفعون وممن يشفع لهم. أسأل الله أن يجعلنا ممن ينالون شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام وممن يشفعون لإخوانهم يوم القيامة. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، من الشفعاء يوم القيامة القرآن، كما عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومن الشفعاء الشهداء، كما روى أبو داود قال عليه الصلاة والسلام: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. نسأل الله أن يميتنا شهداء. ومن الشفعاء يوم القيامة الأنبياء والعلماء، كما عند ابن ماجة والبيهقي قال عليه الصلاة والسلام: يشفع يوم القيامة الثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. ومن الشفعاء يوم القيامة المؤمنون، قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي قال: إن من أمتي من يشفع للفئام، يعني للجماعة من الناس، ومنهم من يشفع للقبيلة، ومنهم من يشفع للعصبة، ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة. ومن الشفعاء يوم القيامة شفاعة الأبناء لآبائهم. كان رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ولد له، وكان الرجل متعلقا بولده محبا له، ففقد النبي عليه الصلاة والسلام الولد فقال: ما فعل ابن فلان؟ قالوا: مات يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لأبيه: أما تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال الرجل: يا رسول الله بلى. فقال الصحابة: يا رسول الله، أله خاصة؟ هل هذا خاص له أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم، فالأبناء يشفعون لآبائهم. رواه أحمد. وكذلك يشفع الأبناء لآبائهم في رفع درجات الآباء في الجنة، فعند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل ليرفع درجة العبد الصالح في الجنة
فيقول يا ربي أنى لي هذه، فيقال هذا باستغفار ولدك لك، أنت مت لكن ولدك لم ينسك باستغفار ولدك لك. والصوم يشفع للناس يوم القيامة كما عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وكذلك المصلون على الميت يشفعون له كما عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 وفي رواية يبلغون 40 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وهذا من رحمة الله بالميت أننا إذا صلينا عليه قلنا في أثناء دعائنا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، فنحن نشفع إلى ربنا ونسأله الخير لغيرنا فيشفع الله تعالى عباده فيه. أيها المسلمون، ومن أراد أن ينال شفاعة حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكثر من الصلاة عليه. قال عليه الصلاة والسلام إن أولى الناس بي أي بشفاعتي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. قال وأرجو أن أكون أنا هو. ثم قال من سأل الله لي الوسيلة يعني المقام المحمود حلت له شفاعتي يوم القيامة. ومن أسباب نيل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام كثرة السنن والنوافل. قال ربيعة بن كعب وكان غلاما يقرب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إليه يوضئه، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، وفي رواية قال حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود، رواه الإمام أحمد. ومن أسباب نيل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام قضاء حاجات المسلمين، قضاء حاجاتهم، خدمة المسلمين، مساعدة المسلمين، أن تعين صاحب الحاجة، أن توصل الإنسان الذي ليس معه سيارة يركبها، أن تعين الفقير، أن تقضي حوائج المسلمين عموما. يقول عليه الصلاة والسلام من قضى لأخيه حاجة كنت واقفا عند ميزانه فإن رجح يعني إن غلبت الحسنات صارت أثقل من السيئات فإن رجح وإلا شفعت له، رواه أبو نعيم وهو حديث صحيح. وكذلك من أسباب الشفاعة المؤاخاة في الله والتحاب في الله، أنك تحب الرجل لله. روى أبو نعيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا شفيع لكل رجلين اتخيا في الله من مبعثي إلى يوم القيامة. وأخيرا من أسباب الشفاعة يوم القيامة مخالطة الأخيار، مخالطة الصالحين، التعرف عليهم، وإن لم تؤاخهم لكن على الأقل لو كان بينك وبينهم علاقة. قرأ الحسن البصري قوله تعالى في وصف حال أهل النار لما يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، قال إن أهل الجنة بينما هم فيها إذ تذاكروا أحوالهم في الدنيا، قال فيقول قائل منهم ما فعل صديقي فلان، يذكر كان عنده صديق في الدنيا ما فعل صديقي فلان، فيقال هو في النار ما عنده عمل صالح يعذب في النار. قال فيقول هذا المؤمن في الجنة يا ربي لا تكتمل لذتي بالجنة إلا مع صديقي فلان إذا جاء، لأني كل ما تذكرت أنه في النار يضيق صدري، لا تكتمل لذتي في الجنة إلا بصديقي فلان. قال فيأمر الله تعالى بمنه وكرمه ورحمته فيخرج ذلك الرجل من النار إلى الجنة، فيقول أهل النار بعضهم لبعض من شفع له؟ أبوه شهيد؟ فيقال لا. أخوه شهيد؟ قالوا لا. فيقال ابنه شهيد من الشهداء وشفع لأهله ودخل من ضمنهم؟ فيقال لا. فيقول أهل النار فمن شفع له؟ فيقال شفع له صديقه فلان. عندها يقول أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المحسنين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الشفاعة يوم القيامة.
أسأل الله أن لا يحرمنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يشفعون يوم القيامة للمؤمنين، وأسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله لنشفع في 70 من أهلنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.